الثامنة مساء بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ببدء تشغيل أنفاق بورسعيد وافتتاحها رسميا خلال الشهر الجاري لتسهيل حركة التجارة وتداول البضائع بين الشرق وغرب مدن القناة. وخلال اجتماعه مع المهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجه الرئيس السيسي أيضا بمواصلة بذل الجهود من أجل تطوير قدرات الهيئة وأهمية تضافر عمل مؤسسات الدولة لإنجاح المشروعات الجاري تنفيذها في الهيئة بأعلى قدر من الكفاءة، بما يضمن جذب الاستثمارات المتنوعة وتوفير المزيد من فرص العمل. وأشار السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الاجتماع تناول متابعة استراتيجية التطوير الخاصة بالهيئة. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية تطبيق مفهوم حقوق الإنسان الشامل المتضمن جميع الحقوق الاجتماعية والصحية والتعليمية والمعيشية، وعدم اختزال تلك الحقوق في الجوانب السياسية فقط. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي عددا من رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر 12 لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأفريقية. وقال المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي إن الرئيس السيسي شدد على حرص مصر على النهوض بحقوق الإنسان والعدالة التي لصالح جميع المواطنين في القارة الأفريقية. من جانبهم أعرب رؤساء الوفود عن تقديرهم لترأس مصر شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأفريقية لفتح الباب أمام المزيد من الدعم لجهودها. تواصل إدارة منتدى شباب العالم جولاتها الترويجية في إطار الندوات التي تنظمها في عدة دول للتعريف بالمنتدى برعاية شركة كوكاكولا العالمية. ستطول الجولة المقبلة بعد غد الجمعة العاصمة الكورية الجنوبية سول. هذا ومن المقرر أن تنطلق فعالية منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 14 إلى 17 من ديسمبر المقبل. أكد الجيش الجزائري أن انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في 12 من ديسمبر المقبل لا رجعة فيها، وحذر من وصفهم بمعكري صفو الانتخابات من اللجوء إلى العدالة. وشددت المؤسسة العسكرية بالجزائر في افتتاحية مجلة الجيش التي تصدرها بشكل شهري وزارة الدفاع على أن انتخابات الرئاسة المقبلة لن تكون كسابقتها. وكدد الجيش الجزائري رفضه الدعوات المطالبة بإلغاء أو تأجيل الانتخابات المقبلة. تنحى المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في ظل استمرار التحقيق الداخلي بقضايا تتعلق بإدارة الوكالة الدولية. وقال مكتب سكرتير عام الأمم المتحدة إن المفوض العام للوكالة بيار كارنابول تنحى، وتم تعيين كريستيان ساوندورز قائما بأعماله لفترة محددة. وبحسب بيان لأونروا فقد أظهرت نتائج تحقيق مكتب خدمات الرقابة الداخلية بعض القضايا الإدارية التي تتعلق تحديدا بالمفوض العام. نهاية الموجز الإخباري، لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.